اليوم احنا باش نخدموا الموضوع بتاعنا في محور الانيه والغيريه. الانيه والغيريه عندكم عليه برشا من اول عام ديجا. هكا هي باش تكون حصه المراجعه لمحور الانيه والغيريه، وباش نخدموا منهجيه نعرفوا كيفاش نحللوا الموضوع بتاعنا بطريقه سهله، بطريقه مبسطه، يعني مش باش يكون برشا تعقيد. احنا باش نخدموا الموضوع بتاعنا في صيغه هل محور الانيه والغيريه كما قلنا به. اولا انا يجيني موضوع لازم نحدد الخطوه الاولى نتاعي، لازمني نفكك الموضوع نتاعي. ما نجمش نخدم الموضوع نتاعي من غير ما نفكك العناصر نتاعه. اولا لازم نخزر للصيغه التي ورد عليها السؤال به. الموضوع نتاعنا لهنا، السؤال الاول: اذا كان الاخر حاضرا معنا على الدوام فهل في ذلك تهديد لفرديتنا؟ الآخر هنا كما شفنا، إذا كان الآخر حاضر معنا على الدوام، هذا الموقف لهنا موقف مع ماذا؟ موقف مع سؤال. ورد إذن الموضوع الذي طرح أمامنا في صيغة سؤال، هذه الصيغة وردت عن طريق الصيغة هل به. إذن المهام الأولى في التعامل مع الموضوع، أنا في التعامل في الموضوع بتاعي لابد أن يكون لي تمشي واضح. هذا التمشي أولا لازم عندي خطوات في مخي، أنت كتلميذ لازم يكون عندك خطوات تخدم بها الموضوع بتاعك. أولا فهم صيغة السؤال، إذا أنا ما نجمش نحل الموضوع بتاعي إلا ما نفهم الصيغة بتاعي كيفاش وردت. وردت في شكل تقديم موقف ثم التساؤل، التساؤل بماذا كما قلنا؟ بهل، يعني هل هنا كما نعرفه أو معظمكم يعرف الحاجة هذه، وأنه هل تقتضي قديش من موقف؟ هل هنا إذا حد نسأل أنا مثلا قديش عندنا من موقف لهنا في السؤال نتاعنا؟ يعني هل تفرض موقف أو زوز جوج مواقف نعم؟ جوز موقفين مواقف به. إذا لهنا باش نحلل السؤال نتاعي أو الموضوع نتاعي بموقفين. به الخطوة الأولى إذا هي فهم صيغة السؤال، ثم تحديد أهم المفاهيم الأساسية والتطرق إلى تعريفها في سياق تحليلي. به لهنا الموقف الأول الذي معناه القولة التي وردت في هذا السؤال: إذا كان الآخر حاضرا معنا على الدوام، يعني الموضوع نتاعي بدأ بطرح فكرة، هذه الفكرة تساءل عنها بهل، يعني الآخر الذي يحضر معنا هنا كما قلنا باش تكون حصة لمراجعة محور الأنية والغيرية في نفس الوقت، بخاطر عندكم عليه برشا من أول العام. الآخر هنا الذي يحضر معنا على الدوام، هل فيه تهديد لفردية الإنسان أم إثراء لفرديته؟ يعني لهنا هل الآخر الذي نتعامل معه في حياتنا أو في الحياة اليومية هل يهدد فردية الإنسان؟ هل يهدد لهنا الفردية؟ إيش نقصد به؟ نقصد به ذاتية الإنسان، جوهر الإنسان. يعني ليه باش نشوفوا زوز مواقف وباش نشوفوا بطبيعة حسب الفلاسفة التي طرحت تلك الأفكار به. ثم هذه مازلت نظرية، مازلت نحكي على تفكيكي للموضوع، ثم تحديد المشكل الذي يطرحه الموضوع، أي موضوع لديه مشكل يطرحه، كيفاش ننجم نشير أو نفهم المشكل متاعي في هذا الموضوع. به الموضوع متاعي أو محور الأنية والغيرية يقوم أساسا مش في المشكل الذي يطرحه، أساسا يقوم على الصراع أو صراع الذات مع الآخر. الصراع، هذا الصراع يمكن أن نفهمه من خلال علاقة توافق الذات مع الآخر المختلف عنها، وعلاقة تناقض أو علاقة صراع مع الآخر. المشكلة متاعنا لهنا هذا راهو نحكيه لهنا، مازلنا نظري، مازلنا نفككوا في الموضوع متاعنا. إذا المشكل هنا الإشارة إلى القضية، أي هناك علاقة قائمة على الصراع بين الذات والآخر، أو أنها قائمة على تفرد الذات بذاته. لو نشوفوا لهنا المشكل الرئيسي
محور الأنية والغيرية أساسا يتمركز على العلاقة التي تتراوح بين الصراع وبين تفرد الذات بذاته، أي اكتفاء الذات بذاتها، ولا معناتها لا يمكن أن تنفتح على الجسد أو الآخر وغير ذلك. مفهوم لهنا معناتها في التمشي بتاعي من اللور ولا لا؟ مسيو، ما فهمتش بالباهي حكاية الموضوع، طرح الموضوع طرح الكتاب. طرح الموضوع يعني المشكل شنو هو، ما طرح فهمتش المشكل بالباهي. به، أين المشكل هذا؟ أين أي موضوع يأتي في الامتحان لديه مشكل، أي قضية فلسفية، أي محور فلسفي يقوم على مشكل رئيسي. الموضوع متاعنا لهنا لديه مشكل، أنا ما نجمش، الفلسفة تقوم على طرح المشاكل الفلسفية، طرح المشاكل التي تخص الإنسان. بالمشكل متاعي الذي يطرحه الموضوع، ثم قضية في المشكل هذا، الآخر المختلف عني، الآخر الذي يحضر معي في هذه الحياة، هل في وجوده تهديد لذاتية الإنسان أم إثراء لها؟ المشكل متاعي لهنا يقوم على صراع بين الذات والآخر من ناحية، أو أنه تقوم هذه العلاقة بين الإنسان بين الذات والآخر على أنه إنسانية الإنسان أو ذاتية الإنسان تكتفي بنفسه. مفهومة لهنا ولا مازالت؟ مفهوم. هذه المشكل بصفة عامة لهنا في المحور الأول متاعنا، الأنية والغيرية، هو يقوم على تناقض بين أن الذات هل تكتفي بذاتها أم أنها تنفتح على غيرها. وي طب شكون تكلم؟ إيه؟ مش الحالة، لأنه وي تفضل، إيه تفضل. مش حالة لزوز عناصر، انه الانسان، انه الاخر، انه الاخر، انه يعني ما نكتمل كان بالاخر، ومن بعد انه الاخر تهديد ليا. باهي لهنا باش تشوفوها توا بعد في الجوهر، يعني انا هل كيفاش نتعامل معاه؟ معناتها انا معناتها انا موقف نبدا التحليل بتاعي بالايجابي ام بالسلبي؟ لهنا في هل اكيد باش نجاوب بنعم، معناتها اي موقف او اي موضوع ياتي بصيغه هل اجيبه بنعم، هذه نركزوا فيها ونشدوهم ليها، اجيب بنعم ثم لا، يعني لهنا الآخر في حضوره معنا على الدوام يهدد فردية الإنسان، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، وأن الآخر في حضوره معنا في تفاعلنا مع الآخر يهدد، سامحوني، لا يهدد ذاتية الإنسان، يعني أجيب بنعم ثم بلا. هذا معناتها في التحليل متاعك كيفاش باش يكون، الموقف الأول والموقف الثاني. لهنا ما يهمنيش انا فيه الموضوع ايجابي ام سلبي، صيغه هل تفرض عليا اني نجاوب بنعم بغض النظر على انه الموقف ايجابي ام سلبي. به صوتك شيماء، صوتك مش واضح مليح. راهو لا لا لا، لهنا صيغة هل معناتها ما يهمنيش أنا في الموقف في إيجابيته أم سلبيته، لهنا لازمني نجيب أجيب بنعم ثم بلا. هذه قاعدة خوضها معناتها ديجا، حتى كيف ترجع معناتها الموضوع هذا اللي ماخو معناتها الإصلاح من معناتها من الباك، معناتها من الإصلاح نتاع الباك، يعني أجيب بنعم ثم بلا. تفضل. مسيو صح بلاي، شيء. سامحني باش نسألك مسيو، مثلا معناك يعطيني هو السؤال متاعه، معناها نمشي بالفكرة متاعه هو من الأول نحكي عليها، ومن بعديك أنا معناها نمشي بالرأي المعاكس متاعي أنا، ولا سواك لا فهمت؟ ما عنديش الرأي المعاكس بتاعي انا. ليتها هل هنا صيغة هل، أه. صيغة هل هذه تفرض عليه زي مواقف،
انتم في محور الأنية والغيرية، فما زوز مواقف، يعني فما الذات منفتحة على غيرها الموقف الأول، والموقف الثاني الذات منطوية على ذاتي. يعني لهنا سيو باش طول العلوم معناه الباك ساينتيفيك ديما يسألونا بهل معناه النورمال مو اكثر الصياغه التي تاتيكم هي في صيغه هل، وحتى قول هذه راي اصعب، معناتها اصعب صيغه نجم تكون. الباقي مثلا مش يجي موقف نجم تحله بطريقه سهله جدا، اما في صيغه هل تتطلب مني زوز مواقف. فهمتني يا ابتهاله؟ وي مسيو، فهمتك. اي باهي، لهنا نحدد المشكل نتاعي. راه مازلنا في البريون لهنا، شوف الصيغه نتاعي، نحدد اهم المفاهيم الرئيسيه، ثم نحدد المشكل الذي يطرحه الموضوع، ثم باش نبدا نحلل توا في الجوهر، في المقدمه نتاعي، يعني باش ننزل الموضوع نتاعي في الاطار العام كخطوه اولى. اش معناتها ننزل الموضوع نتاعي في اطاره العام؟ انا كي باش نبدا نحلل في الموضوع نتاعي لازمني اقل حاجه أشير إلى تحليلي أو إلى الموضوع متاعي بجملة أو جملة ونصف أقدم فيها المحور متاعي. يعني أنا ما نجيبش نحلل ديريكت، ندخل نحلل الإشكالية من غير ما أؤطر الموضوع متاعي به. كيفاش نجم نأطر الموضوع متاعي هذا في إطاره العام به؟ ناخذ مثال: الإشارة إلى أن الإنسان هو محور البحث الفلسفي لدى العديد من الفلاسفة. إيش معناته؟ يعني لهنا انك باش نحلل الموضوع نتاعي بطريقه سهله، من غير برشا، من غير تعقيد، من غير حد شيء. نحلل الموضوع نتاعي، نحط مقدمه تكون نقدم فيها الموضوع في اطاره العام. احنا اي موضوع فلسفي او اي طرح فلسفي يجعل من الانسان محور البحث الذي يتبناه، فمش مسيو موضوع. ايه مسيو مازن، مش هو تو كي نخدمه في الموضوع في نخدم الموضوع مش نورمالمون نعمل موضوع عام تقديم عام وبعد ذلك تنزيل الموضوع بتبيع هذا هو تنزيل الموضوع في إطار العام. بعد ما نعمل مقدمة عامة تنزيل الموضوع لا، أنا بالموضوع متاعي، يعني أنا موضوع الفلسفي هذا اللي عندي باش نحطه في الإطار العام، ثم بعد باش نشير إلى الموضوع متاعي بطريقة خاصة. يعني أنا نعم باش نحكي على الإنسان كيفاش؟ المراحل نعمل تقديم عام انزال الموضوع إشكالية به كيفاش انت تنجم تقدم لي لهنا الموضوع بطريقة عامة؟ به نسألك انا. الموضوع بطريقة عامة كيفاش باش نحكم تقدم الموضوع نتاعك له؟ الموضوع نحكم بطريقة عامة نحكم معناتها نحكم على النية والغيرية بصفة عامة معناتها نطرح كل الأفكار التي تدور حول الإنية والغيرية الأنية والغيرية. احنا بعد ذلك لهنا محور البحث نتاعنا، سامحني، محور البحث نتاعنا لهنا هو الانسان. يعني انا لهنا باش نقدم الموضوع نتاعي على انه الانسان هو معناتها درس من عده نواحي ودرس من العديد من الفلاسفه. هذا الامر يجعل من الانسان هو المسيطر، وهو موضوع البحث، وهو مدار البحث التي تقوم عليه الفلسفه. هاي أنا فاهم معناها يعني أنا قلت لك مقدمة عامة معناها نطرح أهم الأفكار أهم العناصر التي تحتوي على هذا الموضوع مثلا الأنية والغيرية ليه ولا الدولة ولا ما تحلش برشا الحديث في خاطر انت لهنا ماكش مطالب باش تقدم تفسير في اول الموضوع نتاعك. انت باش تحط الموضوع باش تنزله في اطاره العام. يعني باش تحط لهنا، نحكوا على الانسان، احنا لهنا انسانيه الانسان، فهمتني؟ هنا باش نحط الموضوع نتاعنا في تاريخه العام، ثم باش ننزل الموضوع نتاعي، معناتها باش نشير الى اهل. واضح مازن؟ فهمتك هاي عايش به. اذا قلنا تنزيل زياد كيفاش؟ مسيو تو نجم مثال نعمل يعني الرأي متاع كمل الإنسان بس يعني. رأي الإنسان العادي معناه حول الموضوع هذا مثلا رأي ولا رأي إنسان عادي معناه مش رأي حول الموضوع هذا
وبعديك نشوف رأي الفلاسفة حول الموضوع، معناها نعمل نطرح المرة الأولى نشوف الإنسان العادي كيفاش يفكر كي يجيه الموضوع هذا، وبعديك نشوف الفلاسفة كيفاش يفكر، وبعديك ننزل الموضوع. بتحسش اللي هنا انت طولت على روحك شوية؟ هيك قاعدين عم نسلك عليه بس. انا اللي هنا ريت انتوما باك سونتيفيك السهل الممتنع، ما تصعبوهاش على روحكم تلقاوها سهل. شيخ انت ما تتحقش معناتها برشا اطلاع او برشا عن. انا باش نعطيكم الموضوع كيفاش تتعامل معه، اذا راه في اي موضوع تنجم تتعامل معه بالطريقه هذه. يعني نحط في المقدمه ننزل الموضوع في اطاره العام، ثم باش نقدم معناتها الموضوع نتاعي باش ننزله بطبيعه مش نفس الكلام اما بطريقه غير مباشره. هذه النقطه الاولى هنا، انه اشاره الى انه الانسان هو محور البحث الفلسفي لدى العديد من الفلاسفه. او الطريقه الاخرى شنو تبون بها هنا دقيقا نكمل برك الفكره هذه، باختلاف الاراء الفلسفيه حول ماذا؟ حول تحديد جوهر الانسان. احنا لهنا في المحور الاول الانيه والغيريه، ان المدار البحث هو الانسان، ولكن الانسان ما الذي سندرس فيه؟ سندرس فيه هو كيف تحدد جوهريته، كيف يحدد وجوده الفعلي. ما نجمش انا نحكي عن الانسان من غير ما يكون دارس المعنى او المغزى الذي يمكن ان يحققه من وجوده. به مسيو فمش كومش يسأل، تفضل مسيو نجم نقولوا سيرين. مسيو به تفضل. مسيو بليك يا مثلا في السؤال به تفضل الطفلة تو كانت تتكلم. مش بلي مثل في السؤال، كي نحب نسأل نطرح سؤال، هل أنا أم أن معناها الوجه السلبي والوجه الإيجابي، معناها الاستبعاد والتأكيد، نجم نسأل هكاكا ولا؟ اي هذا باش تشوفوه توا في الاشكاليه لهنا، اعطيني انا توا نبدا بالخطوه بالخطوه، جوست تركزوا معايا كهو، ما فماش حتى حاجه اسمها. بس يعني نحكي على الوضع الراهن، وضع الإنسان الراهن في الوقت الحالي، وبعد نعطيه تنزيل موضوع والإشكالية. لا 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 ما فهمتونيش لهنا، ما فهمتنيش بالاحرف. به شو انا لهنا في المقدمه العامه بتاعي، يعني في تنزيل الموضوع في اطاره العام، ثم الإشارة إلى أن الإنسان هو محور البحث الفلسفي، هذه كفكرة، لأن أنت باش تسيخهم بعض في جملة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي نبدأ به هذه حاجة تنجم تخدم مع أي موضوع في المحور الأول. الاحتمال الثاني هو أنه اختلاف الآراء الفلسفية تعددت وتنوعت في تحديد جوهر الإنسان. احنا في المحور الأول شو عندنا؟ عندنا أفلاطون، عندنا ديكارت، عندنا هيجل، عندنا سبينوزا، عندنا فرويد، كل واحد درس الإنسان من ناحيته الخاصة، يعني من الناحية النفسية، من الناحية الأنطولوجية، من الناحية الماورائية، الميتافيزيقا وغير ذلك. مفهوم لهنا؟ مسيو تفضل. اسمع فيا مسيو، بيعلي شوية في صوتك شوية بركة. بين نجم نقول في المقدمة أها إن من أكبر المواضيع التي استقبلت اهتمام الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثا هو موضوع الأنية الغيرية. ونبدأ في التحليل، هو موضوع، سامحني شنو؟ هو موضوع الأنية الغيرية لا لا ما تجيش هكا، ما تجيش ما تجيش ما تجيش جيشك. ما تجيش ما تجيش، هذه ما ننصحكش فيها. نقول مثال فقط فماش اختلف، موضوع معناتها كيف؟ نقول فقط اختلف الفلاسفة حول مثال كذا وكذا، حيث هناك من يعتقد أنها بينما يذهب حول البعض تحديد جوهر الإنسان. شو سهلة الحكي، المحور الأول تحديد جوهر الإنسان، ما به يكون الإنسان إنسان، أي الإنسان يحقق ذاته بذاته، يعني بالاكتفاء بذاته، كما أفلاطون نظر إلى الذات بأنها روح خالصة، احتقر الجسد واحتقر الآخر وجعل من الذات هي في المنزلة العليا. وعلم من الفلاسفة أنه رأى الإنسان بأنه لابد
ينفتح على غيره. معناته انت كانسان تحدد وجودك في علاقتك مع الانسان الاخر. واضح؟ واضح. به. ثم لهنا نزلت الموضوع نتاعي اللي قدم شويه يا جماعه، ومن بعد ما تقدم شويه في الاشكاليه في الموضوع في المقدمه سامحوني، واللي عنده سؤال من بعد يسال. به. ثم لهنا عندي تنزيل الموضوع نتاعي في اطاره العام اولا، ثاني هذه كل باش تاخذ ثلاثه اسره راهو، مش بتاخذ برشا الاطار العام، ثم باش نقدم الموضوع نتاعي. الاشاره ثانيا، الاشاره الى وجود الاخر قباله الذات يهددها في بقائها من ناحيه اولى، ومن ناحيه ثانيه هو اثراء لمنزله الانسان. لهنا قدمت شنو؟ قدمت الموضوع نتاعي بطريقه اخرى، يعني انا ما نزلش الموضوع نتاعي هنا ونحط نفس الفكره هذه بهذه الطريقه، لازمني نبدل في المفردات. واضح؟ أنا مش واضح. به مفهوم نتصور. كيف؟ أيوة مش مفهوم. به كم؟ دونك لهنا نزلت الموضوع في إطاره العام، ثم أشرت الموضوع متاعي كما قلت هنا ثلاثة أسطرة، ثالثا الإشكالية اللي هي أهم حاجة لازمني نبدأ فهم الموضوع متاعي. الموضوع متاعي حطيت المشكل، ايش انا لازمني ديما ناكد على حاجه، ناكد على حاجه اللي شنو؟ نحدد المشكل نتاعي، سواء نص سواء الموضوع. خاطر في النص زاد كيف كيف نشوفوها معناتها كان هكا غدوه، النص في تحديد خاصه الاطروحه المدعومه والاطروحه المدحوضه واللي تاتي كثيرا في امتحان البكالوريا، يطلب منك الاطروحه المدعومه والمدحوضه. هذه الاطروحه المدعومه والمدحوضه لازم تكون محدد اولا ماذا؟ محدد المشكل الذي يطرحه النص. النص به. إذا الإشكالية اللي هنا، به الإشكالية اللي هنا، بأي معنى يكتسب الإنسان معرفته بحقيقة ذاته؟ يعني لهنا طرحت سؤال عام، هذا السؤال العام سأفرعه إلى قسمين. به. القسم الأول، هل يكون الآخر تهديدا للفردية؟ هنا في الإشكالية لازم نستعمل المفردات التي وردت في نص الموضوع. هل يكون الآخر إذن تهديدا للفردية يعني إنسانية الإنسان، أم أن وجوده وجود شكون وجود الآخر يثري الذات البشرية أي فردية الإنسان؟ به. وإذا افترضنا أن ذاتية تعمل بالليل الميكرو اللي حال الميكرو يقص، جست نكمل هذه ونفتح الباب للأسئلة. به. وإذا افترضنا أن ذاتية الإنسان تتحقق بوجود الآخر، فهل يوقعنا في مآزق تهدد إنسانية الإنسان؟ يعني لهنا لو لاحظوا وأنه بديت الإشكالية بتاعي بسؤال عام، يعني بأي معنى يكتسب الإنسان معرفته بحقيقة ذاته؟ كيف يمكن الإنسان أن يفهم وجوده؟ أنت كإنسان لا يمكن أن تعيش في هذا العالم من غير هدف، من غير أنك تفهم الوجود متاعك بماذا ستحققه. أي إنسان إذا ما يفكرش هكا فهو عاطل عن التفكير، لازم تفكر بهذه الطريقة. إذا هل يكون الآخر هنا المحور متاع البحث متاعنا كما في السؤال هو الآخر، يعني هنا هو باش نركز عليه. به. الاخر المختلف عني راهو لهنا. به. هل يكون الاخر اذا هو التهديد ام في وجوده اثراء لفرديه الانسان؟ به. تفضل اللي عنده سؤال لهنا قبل ما ندخل الجواب. مسيو، تو ما نجموش طول معناها نقول هل يكون الآخر تهديد للفردية أم يثريني، معناها مش لازم السؤال العام ولا لازم. النجم اما لهنا معناتها انا باش نكون فاهم الموضوع نتاعي، واكيد هذاك اللازم في اللازم تو انت اللي حكيته، هذاك اللازم في اللازم. اما انا باش نحدد او باش نحدد للي باش يصلح لي اني فاهم المشكل نتاعي على شنو يقوم. مسيو، معناته الإشكالية سؤال مركزي وسؤال نقدي، نقد لأطروحة النص كما هكاك.
هيك به لهنا السؤال كما نشوفه لهنا، وإن فرضنا أن ذاتية الإنسان تتحقق بوجود الآخر فهل يوقعنا في مآزق تهدد إنسانية الإنسان؟ يعني لهنا باش نشوف هل هذا الانفتاح يهدد أو يقدم إضافة إلى جوهرية أو إلى إنسانية الإنسان. يعني هنا باش يكون سؤال جدلي أو سؤال باش نفتح به النقاش، وأنه هذه القضية لا يمكن أن يفصلها موقف أو موقفين. يعني القضية باش تبقى مفتوحة لعدة تأويلات ولعدة آراء فلسفية أخرى. واضح؟ مش الإشكاليات مسيو، ما هو كده؟ ديما نعمل زوز إشكاليات، لازم إشكالية احنا ديما في الإشكالية نعملوا أطروحة ونقيض الأطروحة. مدعومة، معناتها إشكالية نطرح أي إشكالية ندعم بها وإشكالية ننقد بها، معناها الأفكار كلها. بيه لهنا شو عنا احنا لهنا لو نثبت تشوفوا فيها ولا عن الموضوع والمقابل ليله، معناه اللي ضده. هي عندي الفكرة الرئيسية للموضوع، هذه الفكرة هي في صيغة هل، يعني فما زوز مواقف، اي يعني موقف أنا مش يعارض نحلل وموقف الموضوع يدعم، فكرة. نعم مشي يكون موقف ندعم به وموقف نعارضه به، معناه كل المواضيع، مش في مرة معناها أول مرة معاه وبعد هذا لا في صيغة هل ايه فقط، مخصوص من في مواضيع صيغة مش هل مخصوص. مسيو هذه في صيغة هل اه كيف لازمني مسيو بلي وي باش نسألك توا احنا توا احنا كل كلاس معناها كل استاذ كيفاش يقري معناها، ما فماش كلاس قاري معناتها واخذ المواضيع نتاع الفلاسفة كليك كولي. كل شنو نورمالمون تقراو معناتها الموضوع الكامل، معناتها كيف فيهم ما نوصلوش معناتها، ما يوصلش معناتها كلاس ينجم يقرا معناتها ياخذ فلاسفة كليكة معناها. نصوص في الكتاب الكل يقصد معناه. لا هنا فما فلاسفة معناتها انتم قريتوا مثلا في المحور الاول قريتوا افلاطون قريتوا ديكارت قرينا أفلاطون وديكارت وسبينوزا وميلو بوت، فريد لازم تقراها معناتها، وهذوما الثلاثة معناها. حتى البروفة نتاعنا معناها البروفة نتاعنا قالت لنا معناها قالت لنا هم تلقى في البرنامج تلقى برشا فلاسفة، أما كل أستاذ شيخه معناها. لا برشا فلاسفة، ولكن لابد أنه يكون المحور اللي قارينه معناتها فيه الفلاسفة هذو، في أفلاطون ديكارت سبينوزا هيجل فرويد و ابن سينا ماركس ابن سينا كما أفلاطون، معناتها إذا أنا ما عنديش فرويد في المحور الأول فناقص المحور نتاعك قريته ميلو بونتي زي تمثيل ميرلو بونتي كما سبينوزا. معناها هم فما فلاسفة فما يجتمعوا، كل فلاسفة يجتمعوا معناها في تلقاهم معناتها نفس الفكرة عنده. اي فوالا نفس الفكره، عادة مثلا الفلاسفة يبدو زوز فلاسفة عندهم نفس الفكرة، ناخذ منهم فيلسوف بركة معناها. اي بتبيع مثلا في ابن سينا وافلاطون ناخذ افلاطون او ابن سينا، في مثلا في الجسد ناخذ مثلا ميرلو بونتي او سبينوزا، هذا معناتها. اما لابد ان يكون المحور الاول يكون محتوي على فرويد ماركس افلاطون سبينوزا هيجل وديكارت، هذه ميرلو هي بونتي ميرلو بونتي. هنكمل يا جماعه به. دونك لهنا شفنا الاشكاليه نتاعنا، حددت الاطار العام بعوجير نعاود نتذكر شنو شفنا. شفنا الاطار العام، ننزل الموضوع نتاعي في الاطار العام، ثم اشير الى الموضوع نتاعي في جمله او جمله ونصف، ثم الإشكالية نحدد الإشكالية بسؤال عام، ثم أفرع ذلك السؤال إلى الاحتمالات التي وردت في نص الموضوع، ثم أشير إلى سؤال جدلي، أي سؤال باش يخلي هذا الموضوع موضوع مفتوح. إذا نجاوب عليه مثلا السؤال وإذا افترضنا أن ذاتية الإنسان، أجيب عليه في آخر الموضوع.
بيه. دونك هنا تعدي له الجوهر سيبو انا تو خدمت المقدمه نتاعي معناتها بطريقه خاطر المقدمه باللي سامحوني المقدمه راهي باش تعطي انتباه للي صلح لكم بانك انت فاهم الموضوع فلازمني نعطيه الاهميه حتى منهجيا لازم انا نبدا منظم منهجيا في طرحي للافكار معناتها انا عادي نحطك البوان الفيرجيل نرجع للستار هذه حاجات راهي تعاون اللي صلح لكم باش يفهم الطريقه نتاع التمشي نتاعكم باه تعديو توا للجوهر باه الجوهر نتاعنا يا سيدي اولا لازمني نمهد للموضوع نتاعي بجمله كيفاش الجمله هذه يعني ما نبداش نحلل الموضوع نتاعي ديريكت لازمني نحلل الموضوع نتاعي اني نمهد له بجمله تخليني فاهم على شنو باش نحكي باه دونك لهنا التمهيد بجمله تبين العلاقه بين الاخر والذات اذا نتطرق هذا الموضوع الى الاخر المختلف عني بانه حاضر معنا دائما والمقصود هنا بالاخر يعني انا لن باش نحدد باش ندخل الموضوع نتاعي بفكره تبين العلاقه بين الاخر والذات ثم باش نحدد المفاهيم نتاعي يعني ما نجمش انا لهنا نحلل الموضوع نتاعي من غير ما نفهم المفاهيم نتاعي يعني ما المقصود بالآخر وما المقصود بالفردية فردية الإنسان مفهوم؟ ما نجمش أن نحل الموضوع متاعي من حق إلا ما يكون عندي تعريف للمفاهيم به إذا لأن هذيك طريقة التحليل متاعي والمقصود هنا بالآخر هو الفرد المختلف عني الذي يقابلني في وجودي ويشاركني هذه الحياة به وبما أن الوجود الإنسان يكون من خلال تميز الذات هنا الفردية بذاتها واحتقار الآخر المختلف عن الذات البشرية يعني هنا حدد تحديد مفهومي للآخر والفردية وبينت العلاقة بينهم هذه معناتها التمشي الأول متاع الخطوة الأولى به تفضل اللي باش يتكلم به محمد عم تتكلم محمد به اللي باش يتكلم اللي يحب يطرح سؤال يتفضل مسيو تو نعرفه بالمفهوم بالمفهوم كايها مش تعريف بالضبط يعني حاجة خفيفة يعني بطبيعة انا لازمني اي موضوع باش نتعامل معاه لازمني نحلل المفاهيم الرئيسية متاعه احنا كي حللناه وكملناه احنا لهنا حللناه مثلا الموضوع متاعنا فيه الاخر تطرق هذا الموضوع الى الاخر المختلف عني بانه حاضر معنا على الدوام به اول مقصود هنا يعني لهنا باش نحدد المقصود متاعي باش نحدد ما هو او ما هي دلالة الاخر الاخر هو الفرد المختلف عن هذا في تعريفي لهنا تعريفي للآخر هو فرد المختلف عني الذي يقابلني في وجودي ويشاركني هذه الحياة واضح؟ واضح مسيو معناها حسب ما فهمت تويك وأنا متبع ونقيد في الجوهر نبدأ أول حاجة التمهيد للموضوع تمهيد عام معناها للفكرة الكونية جملة معناتها مش باش نحدد أنا باش نبقى هاي معناتها باختصار طرش التعمق باش يصير في الأفكار نمهد بجملة نحدد المفاهيم الرئيسية والعلاقة بيناتهم ثم نبدأ نحلل في العناصر متاعي هاي معناه التعمق باش يصير في تحليل العناصر هذاك هو باش يصير التعمق كواليه مرة الأولى تمهيد يكون تمهيد صغير للموضوع للفكرة عامة كواليه بعد ذلك الإشارة الأهم من الأفكار إشارة إلى أهم لا ما نشيش أهم الأفكار أنا تو باش نشير إلى المفاهيم الرئيسية والعلاقة بينها الرئيسية مثلا تو قيدت أنا قدامي الإشارة في مرحلة ثانية إلى الموقفين عندنا زوج مواقف إحنا في الموضوع هذا نحكوا معناه للمواقف ديما نعمل إشارة في هنا في مرحلة ثانية إلى الموقفين بعد التطرق إلى تعريف المفاهيم المركزية المفاهيم المركزية ثم
باش نحدد العلاقه بينهما، معناتها هنا لازم نحدد العلاقه، ما يكونش تحليلي فقط نحلل مثلا الاخر هو كذا وكذا وكذا، ثم الفرديه هي كذا وكذا وكذا، لازم نحلل المفاهيم بتاعي بالاشاره كذلك الى العلاقه بينها. واضح؟ نعم. شوفوا هنا الاشاره في مرحله، الاشاره في مرحله ثانيه الى الموقفين بعد التطرق الى تعريف المفاهيم المركزيه. ثم توصي انا حددت المفاهيم الرئيسيه والعلاقه بينها، ثم ساحلل الموقف الاول. الموقف الاول اللي هو بطبيعه شنو؟ القاء على تهديد الاخر لذاتيه الانسان. بس بلي في الاشكاليه هذيك، واذا افترضنا ما فهمتيش، بس هذيك كيف شنو بالضبط نكتبوا فيها معنا الاشكاليه؟ طو ما صدقتش في الاشكاليه كده ب بس ما خاطر ما يتكلموا كيك يتكلموا طول، معناها مش كنت تعطي دور باش يتكلم لعبي بيك، معناتها اللي باش يتكلم باللي يزيد باش نشوف انا لهنا، على خاطر ما نخسرش برشا الكرون الاخرى به. لهنا الاشكاليه نتاعي اني اطرح الفكره نتاعي الرئيسيه، الفكره نتاعي الرئيسيه وانه الانسان بماذا يكتسب معرفته بحقيقه ذاته. اكيد الاشكاليه مش تكون مربوطه بالنص، الموضوع نص الموضوع يعطيني زوز احتمالات، بانه الاخر يهدد الفرديه، وانه الموقف الثاني الاخر يثري الذات البشريه. مفهوم؟ يعني هنا باش يكون عندي هل ام، هل ام هذه مربوطه بطريقه طرحنا للموضوع. واضح؟ به تفضل، تفضل محمد. هكا شي بلاه تنا كرؤوس الاقلام كيفاش نعمل بالضبط ما يندرج اي موضوع، هل مش كان في الانيه والغيريه حتى في المواضيع الاخرى بالطبيعة. هل سامحني شو، هل هذا الهل باش يمشي في زوز مواقف مهما كان المحور اللي باش ندرسوه؟ هل تقتضي، ما فهمتني شكل مثلا تعريف بعد تالي حجة بعد تالي مثال بعد تالي تعريف بعد تالي حجة، هي هذه كل باش نشوفوه احنا لهنا، معناتها فهمتني، باش نشوف وقتاش نحط الحجة وقتاش نحط التعريف نتاعنا. ديجا انا بديت هنا في الجوهر، واني نحدد المفاهيم الرئيسية، نحدد الافكار نتاعي يعني الفكره الرئيسيه علاش تقوم بتمهيد اول الجوهر، ثم نحدد المفاهيم الرئيسيه الاخر والفرديه، نحدد معناتها التعريف نتاعهم، وابين العلاقه التي تجمعها. بعد كعرفنا الاخر والذات الفرديه في التحليل، بعد نزيد نتعمقوا فيهم ونعود نحللوهم. باش يكون معناتها انا باش نحكي على الاخر وباش نحكي على على الذات، معناتها مش باش نحكي على حاجه اخرى. معليش نعاود نعرفوا. لا لا ما تعاودش تعرف، ما تعاودش تعرف، انت في انت في سياقك في التحليل نتاعك باش تشوف كيفاش التهديد الاخر لذاتيه الانسان. يعني لهنا باش تشوفوا مظاهر هذا التهديد. فهمتك. باهي دونك نكملوا لهنا. كملوا الموضوع بتاعنا، مظاهر التهديد، نشوفوا كيف يمكن للآخر أن يهدد ذاتية الإنسان. إذن مظاهر التهديد هنا، إذا يراه رؤوس أقلام هنا، ما ننساوش هذا، رؤوس أقلام بتاعنا شو تقول هنا؟ تهديد اجتماعي، يعني أنا كي باش نحكي على أنه الآخر يهدد ذاتية الإنسان، يهدد وجود الإنسان، كيف يمكن ان افهم؟ انا ما نجمش نبقى شد الاخر يهدد ذاتيه الانسان ونقف غادي. لازم نبين المظاهر التي التي تجعل من هذا التهديد قائما بذاته. به تهديد اجتماعي، كيف يكون هذا التهديد الاجتماعي؟ يكون الاخر يفرض الاراء والمعتقدات بطريقه متسلطه. يعني لهنا باش يكون عندي تسلط من الاخر المختلف، من الاخر الذي يقابلني في وجودي، يصبح مهددا لكينونتي، معناتها الكينونه لجوهر الانسان. مفهوم؟
هذه التهديد الاجتماعي. ثانيا تهديد استقلالية الإنسان. كيف هذا التهديد؟ كيف يهدد استقلالية الإنسان؟ بأنه سيصبح متحكم فيه، أي أنا كإنسان الآخر الذي يقابلني في وجودي سيصبح متحكما في من أبسط الأشياء. يعني سيكون الآخر يتحكم في الإنسان أو يتحكم في فردية الإنسان بطريقة عنجهية، بطريقة متسلطة، يكون قد نفى الجوهر أو يكون قد نفى قيمة الإنسان. يعني لهنا نفينا قيمة الإنسان. لهنا الفيلسوف نجيو لهنا كيفاش نجم نحط الشاهد متاعي، أو كيفاش نجم نستشهد بشاهد يدعم الفكرة متاعي. ملاحظ في معناتها في انك باش نحط الشاهد نتاعي باش يكون فما طريقه معينه. الطريقه هذه كيفاش؟ واني نحط الفكره نتاعي ثم اضيف الفيلسوف استشهد بالفكره نتاعي. هذا الفكره الاولى. الفكره الثانيه واني نحط الفيلسوف نتاعي، يعني اعطي القوله ثم استخلص من تلك القوله الموقف الذي يتبناه الفيلسوف بطبيعه حسب التمشي نتاع الموضوع نتاعو. واضح؟ مسيو بلي باش نسألك. مسيو بلي كي انا باش نستشهد فيلسوف، معناها كيفاش باش نقولو؟ باش نقولو يعني وحسب ما ذكر مثلا فيلسوف كذا وكذا، ولا كيفاش باش ندخلها معناها في الفكره نتاعي؟ انا مثلا نحلل الفكره نتاعي تو. يصبح مثلا الانسان متحكم فيه من طرف الاخر، وهذا مثلا انا تو باش نحط الشاهد نتاعي، وهذا ما بينه او وهذا ما اعتبره الفيلسوف مثلا هيجل. احنا هنا باش نحكي على هيجل في قوله او في رايه القائم على، يعني هنا بنجم نحط الفكره نتاعي ثم نستعمل العباره التالية اللي وهي وهذا حسب ما نفهمه، او انه يكون الاخر سامحون يكون هذا الراي مدعما لهذه الفكرة. يعني انا نحلل الفكرة نتاعي، نحط في سياق الفكرة نتاعي كلامي، واللفظ اللي خليني ندرج الشاهد نتاعي هو شنو؟ وهذا ما اكده الفيلسوف هيجل، وهذا ما اعتبره الفيلسوف هيجل في قوله كذا وكذا. واضح؟ واضح. انا مسيو نذكر الفكره، ما نحكي على الفكره وبعد نجم نقول ومصداق ذلك قول الفيلسوف معناه الفلاني، والا وفي ذلك قال معناه الفيلسوف نجم اي ربط. هاي نجم زيد مثلا نحط القول نتاعي، نحط الشاهد نتاعي ثم استخلص الفكره من ذلك القول. مشو لازم نعملوا برشا شواهد، والا يكفي يعني تعود حافظ كعبه ولا اثنين عادي معنا. يكفي مثلا اذا انا عندي موقف يكفي نحط شاهد او اثنين. نجم نشير حتى للفكره من دون ما نذكر القول، يعني ما نستشهدش يعني القول، نقول فكره الفيلسوف يعني. كيف سامحني؟ انا نجم ما نتفكرش بالضبط شنو قال مثلا ميرلو بونتي، عندها قول ونتفكر مغزى يعني الكونتينيو بتاع نذكر إيه يعني نشير على الفكره. وبالطبيعه نجم تحط الفكره وهذا ما اعتبره مثلا ميرلو بونتي في رايه الذي يقوم على كذا وكذا وكذا. مسيو لو انا بعد مثال معطيت الفكره نتاعي نجم ندخل استنتاج بعد البوان دو في. اكيد مثال كيفاش ندخلها؟ نقول ان النيه منغلقه رافضه الغيريه ومكتفئه بذاتها مباشره دون وسائط. في النشط حطها هذه مع استنتاج صغير بعد ما كملنا. ومثلا انا حللت الفكره نتاعي، عندي فكره مثلا نحلل فيها مظهر من هذه المظاهر. انا مش مطالب ساعة من كل فكره باش نستنتج. هذه كملاحظه معناتها. واضح؟ انا لازمني مثلا في اخر تحليلي للموقف الاول لازمني نحدد او نستخلص موقف او نستخلص خلاصه ل الفكرة العامة. معناتها أنا مش كل مثلا مظهر من المظاهر وحدد ماذا؟ وحدد الخلاصة متاعي أو الاستنتاج متاعي. نحلل الموضوع متاعي، نحلل الفكرة الكل ثم نحط الاستخلاص متاعي. في مسيو كيف نحطوا الاستخلاص؟ معناها شنو هي الجملة اللي نجمو نبدأ بها؟ نقول ونستخدم هذا ولا كيفاه؟ ومثلا أنا مثلا حللت الموقف متاعي.
الفكره او كيفاش باش نربط، كيفاش باش ندخل للتمهيد، معناتها باش ندخل للاستخلاص نتاعي، و ب كيفاش ننجم مثلا. ومن خلال تحليلنا لهذا الموقف الاول القائم على مثلا انه الاخر يهدد ذاتيه الانسان، نستنتج ان الاخر لديه العديد من الابعاد او لديه العديد من المظاهر التي تهدد الانسان في جوهريته او تهدد الانسان في وجوده. يعني انت باش تشير نقطه ترجع للستار تستنتج الاستنتاج نتاعك، اكيد باش تستعمل كيما هكا كيما حكيت تو، معناها مش استخلاص نهائي الفكره بالطبيعه. انت باش تستخلص الموقف الاول بالضبط، معناتها انت باش تستعمل عبارات تبين بانك تستنتج من هذا الموقف، معناها كيما الكونكليزيون بارسييل نقولوا. فوالا هكا به لهنا التقبلية. تفضل. يمسكي نبدأ بالقولة متاع الفيلسوف، نستخلص منها الموقف متاعه ولا فكرة دينية اللي نحب نقولها على أساس القولة دي؟ فكرتك ممكن تكون عندك فكرة لهنا، فكرتك بشكون مبنية نتيجة لموقف الفيلسوف أو لتمشي متاع الموضوع متاعك. يعني ما تدخلش في باب وانك مش تحط الموقف متاعك او الفكرة متاعك او غير ذلك. ليه؟ دونك هنا الصراع بين الانا والاخر به جدلية السيد والعبد لدى هيجل. به كيفاش الجدلية جدلية السيد والعبد؟ مثلا هنا نحط كفكرة لهنا لو نشوفه ما فماش قولة تثبت هذه الجدلية. يعني لهنا مش تحط الفكرة العامة. أي واحد يعرف جدلية السيد والعبد؟ جدلية السيد والعبد التي تقوم على الصراع، تقوم على من يتحكم في هذا العبد بطريقة مثلا متسلط. يعني السيد يريد أن يفرض آراءه على العبد، والعبد في نفس الوقت هو خاضع لذلك السيد. يعني هناك علاقة أفقية بين السيد والعبد. نعم، علاقة تسلط، علاقة تسلط لهنا بين السيد والعبد. هو هيجل نظر إلى هذه العلاقة جدلية السيد والعبد بموقفين، يعني موقف يقوم على التسلط وموقف يقوم على عكس التسلط اللي هو شنو؟ إثبات ذات العبد. يعني العبد لديه الحق في أن يثبت ذاته بهذه العلاقة. يعني مش أي علاقة بين السيد وعبد تكون قائمة على التسلط. يعني هناك علاقة بين السيد والعبد تكون قائمة على الاحترام، وهذا بشوفوه في الموقف الثاني. به فهمنا لهنا أنه مظاهر التهديد، مظاهر تهديد اجتماعي، تهديد استقلالية الإنسان. يعني لهنا الإنسان يصبح خارجا عن مثلا متحكم فيه من طرف الآخر، ثم صراع بين الأناء والآخر لبسط النفوذ والهيمنة. هذا لهنا الهدف متاع انفتاح الإنسان غيري. به لو هنا نشوفوا مظاهر التهديد من ناحية التاريخ، كيف للتاريخ أن يكون مهددا لوجود الإنسان؟ به يهدد وجود الإنسان بكونه تاريخا قائما على العنف والظلم، وبذلك يفقد الإنسان جوهره أو إنسانيته. كيفاش التاريخ لهنا؟ التاريخ لهنا عند شكون؟ عند ماركس. ماركس تحدث على التاريخ. به التاريخ كيف يهدد وجود الإنسان؟ به إذا نأخذ مثلا احنا أمثلة، نأخذ مثلا شعوب معينة، هذه الشعوب كانت مثلا قائمة على العنف. كيفاش هذا العنف؟ مثلا ناخذ دول معينه التاريخ نتاعها في بسط النفوذ نتاعها وفي تعاملها مع الاطراف الاخرى او البلدان الاخرى او حتى الشعب الذي تحكمه كان قائما على العنف، كان قائما على الظلم. يعني لهنا الانسان يفقد جوهره. يعني التاريخ ذلك البلاد، تلك البلاد او تلك الفئه المعينه من الناس قائمة على العنف. هذا العنف جعل من الإنسان يفقد إنسانيته. مثلا
برشا دول التاريخ نتاعها قائم على العنف. ذلك العنف جعل من الإنسان يفقد جوهره ويفقد إنسانيته. واضح لهنا؟ إذا في مصدر كيف أفهم التهديد الذي يشكله الآخر؟ شيخ كيف ما تحوش في السرد لهنا؟ ابتهال مسيو بلي باش نسألك ابتهال من بعض تاريخ لهنا تاريخ مثلا هو الأنا ولا الآخر؟ معناه ما فهمتش الفكرة، يهدد وجود الأنا ولا الآخر؟ ما فهمتش الفكرة. التاريخ هو الآخر يعني لهنا الآخر في شكله التاريخي، يعني الإنسان من يحكم التاريخ هو إنسان، هو مختلف عني. هذا الإنسان هدد وجود الذات البشرية بممارسة أحكام، بممارسة ظلم، وبممارسة العنف على الإنسان الآخر، وبالتالي ماذا سينتج عنه؟ سينتج عنه فقد إنسانية الإنسان. مثلا هنا باش يكون انعدام للإنسان وتحديد جوهري وتحديد وجودي. فهمتك مثلا. به محمد كيف ما تحوش في السرد لهناك؟ كيفاش؟ إن هناك في النقطة دي كيف ما تحوش في السرد معناتها؟ أنت يعني الأفكار متاعك لهنا لازم تبعد على ما تطولش فيها الفكرة برشا. تحاول إنك ما تطولش الفكرة، تبعد على السرد. يعني أنت ما تتعمقش برشا في الفكرة، تكون تحلل الفكرة متاعك بطريقة مجزة، ثم تحلل هذه الفكرة بطريقة أنك ما تسترسلش فيها برشا. واضح؟ هكا تبعد على السرد. أنت كل فكرة معناتها أنت في 30 السرد مش تخدم الموضوع متاعك. أنت كل فكرة معناتها مش بتاخذ لك برشا، ثم تستنتج استنتاج بسيط وكاو معناتها من غير ما تبقى تحلل. معناتها انت ماكش مطالب بالتحليل، لازم تبين المظاهر نتاع الفكره نتاعك بطريقه موجزه تخليك تفهم وتخليك تفهم المقصود نتاعك فقط. به تفضل مسيو داخلي. لازم 30 سطر حسب عليهم بعد في الباكر، لازم 30 سطر ما اقلش معناتها. خاطر البروف يقولنا اخدمو كيما قد ما تحب الاسطرة، ما تتبعوش بالاسطرة. مسيو راك سكرت الميكرو. را مسيو ادخل جوجل كروم الاخر على اليمين بالكل، اهو على اليمين، على اليمين مش هيك لوطة، على اليمين في البردوتاج، زيد امشي شوي. صحيح الميكرو به دونك نرجع مش مسك به دونك قلت لك يحاسبونك الفوتو 30 سطر. يحاسبوكم 30 سطر، انت لازم تفوت 30 سطر. هذا لازم، هذا مش باش تعمل اقل من 30 سطر. تصورش انا اي تلميذ ما نجمش يكتب 30 سطر بالمقدمه بالامكانيات، ما فيها حد شيء. ما ترى احكي لي ايه الناس اللي في الفوتو يعني لاسترا؟ هي معناتها حاجه عاديه نصور، ماهيش حاجه واضح. به يا محمد تفضل. ولا اول فلسفه هي في حد ذاتها معناها كلمه تفرع برشا وعندها برشا افاق، نقولوا نجم تمشي في برشا مواضيع. مثال الغير
ينجم يكون كما ينجم يكون الجسد، كما ينجم يكون الانسان في حد ذاته، كما ينجم يكون التاريخ، كما ينجم يكون المكان. معناها كيفاش نجم نحدد هنا في الموضوع على شنو نحكي؟ يقول انت لهنا، انت لهنا الاخر، انت طلب منك الاخر مش تحدد الاخر كانسان كمختلف، كانسان مختلف عنك فقط. الغيريه هناك، الغيريه الداخليه اللي هي الجسد، والغيريه الخارجيه. الغيريه الخارجيه مش تحكي على الاخر، مش تحكي على مش تحكي على التاريخ، مش تحكي على الجسد، لا سامح، مش تحكي على الاخر المختلف عنك. هذا هو انت لهنا باش تكون محدد انك فهم اللي باش يصلح لك انك فاهم على شنو تحكي. مثلا الغيريه، فما الغيريه اللي هي يقول الغيريه الداخليه اللي هو الجسد، والغيريه الخارجيه الاخر المختلف عنك التاريخ وغير ذلك. ليكي ما نجم يكون الانسان المرمول ولا كيف؟ نجم يكون الانسان بالطبيعة، الانسان هو الاخر المختلف عن اللي حكي عليه هيجل. واضح؟ يعني هذاك تسالت انا فهمت، خاطر كيما نجم يكون الجسد كيما نجم يكون الانسان. فيش هذا بالضبط سامح. بس اللي عطى كي يصلح لي مشكل هو يقول لي الغيريه. كيما نجم تكون الجسد كيما نجم يكون الاخر اللي هو الانسان في حد ذاته. طيب بالطبيعة باش نعرف الغير. انت باش تحكي عليهم الزوز. بعد انت مش تطور، انت مثلا في الغيريه باش تحكي على الغيريه الداخليه اللي هي الجسد، والغيريه الخارجيه اللي هو الاخر المختلف عنك. الغيريه لهنا باش نحكي على الجسد، باش نحكي على الاخر المختلف عنك. واضح؟ واضح. به به نكملوا دور عليه. ايه تفضل وسيم. مسيو باش نقول لك معناها شنو فهمت معناها من اللي حكيته من بكري، وانت قول لي. باهي بعجاله وسيم. مسيو معناها نعم نفسر. باهي وسيم الميكرو يقص عندك، دونك باش نقدم انا خاطر سمعش بكري، وبعد اللي عنده سؤال او يسال. باهي نادين تفضل نادين، خلينا نكمل. مش باش نسألك على الخاتمة لما حالا مازلنا ما وصلناش، اما على طرح الإشكالية يعني في الآخر لازم نعمل طرح إشكالية فتح آفاق والا مش لازم؟ انت تسرعت تو، نمشي بالخطوة بالخطوة وتو نجيو الخاتمة. معناتها ما فيها حد شيء نحكي. باهي نادين. باهي اوكي ميرسي. اوكي باهي، دونك لهنا استخلاص، باش نستخلص الفكره نتاعي من الموقف الاول. شنو هو الاستخلاص نتاعي؟ ان وجود الاخر مهدد لانيه الانسان. به هنا معناتها اهم الافكار اللي فهمتها من الموضوع نتاعي، يعني من غير ما نحاول نكتب كل شيء نحط جمله نستخلص بها الموقف نتاعي بطريقه سهله، ما نبقاش انا نعاود نكتب في الافكار نتاعي من الاول جديد. نحط الفكره نتاعي او نحط الخلاصه نتاعي من هذه الفكره، نحاول نالفها بطريقه عامه. واضح؟ بالطبيعه نرجع للستار، نحط الاستخلاص نتاعي مثلا كيفاش نستخلص. نتبين من هذا او من موقفنا الاول الذي حللناه، انت راك لهنا باش تتعامل مع موضوع، معناتها باش تبين اللي يصلح لك انك انت تحلل في موضوع. واضح؟ نستنتج اذا من هذا التحليل للموقف الاول كذا كذا وكذا. واضح؟ يعني انت باش تستعمل في عبارات تبين بانك تحلل في موضوع، ماكش انت باش تحكي في مثلا انشا او مثلا باش توصف حاجه معينه. انت راك تحلل في موضوع فلسفي، راك تعالج في مشكل فلسفي. هذا المشكل يطلب منك انك تستعمل عبارات تبين بانك تحلل او تناقش او تبين في مشكل فلسفي. اذا احنا كيما شفنا عندنا زوج مواقف. الحاجه المهمه لهنا اني اصوغ عنصر تخلص لتحليل الموقف اللي هو الموقف الثاني لهنا. واضح؟ ما نجمش انا نحلل الموقف الاول والموقف الثاني. مثلا انا حللت الموقف الاول هنا استخلص ثم نتعدى لتحليل الموقف الثاني، لابد انه شنو؟
اني نحط عنصر تخلص للموقف الثاني. اللي نصور ظهر فوق عنصر تخلص للموقف الثاني. عادين عليها جملة مسيو مثير. به اكيد. به لهنا عندي طريقه نجم تفيدكم. به شنو هو عنصر التخلص لهنا حسب الموضوع نتاعنا؟ بالطبيعه نستعمل صيغه اذا ثم. به كيفاش لهنا؟ واذا اقررنا هنا انا استخلصت حلت الموقف الاول الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه استخلصت ثم ارجع الستار. وإذا أقررنا بأن وجود الآخر المختلف عن الذاتية مهدد لإنسانية الإنسان، هذا الموقف الأول هنا، فإن هناك من الفلاسفة من أعطى قيمة للآخر وبأنه مكمل لجوهر الإنسان. مفهومة لهنا وإلا لا؟ يعني لهنا عطيت الفكرة أمتع الموقف الأول وأنه هناك إقرار بهذا الموقف وأنه الآخر المختلف عن الذاتية مهدد لإنسانية الإنسان. وإذا فإن لهنا تفرض أني باش نعطي الموقف الآخر، فإن هناك من الفلاسفة أو لهنا ما اكتفيتش أو ما حطيتش الموقف متاعي، يعني لهنا استندت إلى الفلاسفة، هناك من الفلاسفة من أعطى قيمة للآخر، يعني لهنا باش نحدد توا المظهر أو مظاهر كيف يكون الآخر مكمل لجوهر الإنسان. به بوزيدي بوزيزي ولا شنو صراحة؟ نمشي لازم نشكو في الموقف الأول كي باش نتعدى الموقف الثاني. سامحني لازم شنو؟ عاود لي لازم نبين النقائص في نتاع الموقف الأول كي باش نتعدى الموقف الثاني. لا ماكش مطالب باش تبين النقائص نتاع الموقف الأول، هذيك تحطها في آخر التحليل نتاعك في آخر الجو. به وسيم مسيو توا الرأي نتاعك، الرأي نتاعك في الآخر معناها تعطي بخي كل معناها تعطي رأي الفلاسفة والفكرة، معناها فهمت الموضوع، أما في الآخر تعطي الرأي نتاعك. أنت ماكش مطالب باش تعطي الرأي، أنت مطالب باش تخلي الموضوع مفتوح. يعني أنا حلل فيها مسيو. كيف؟ معناها نحلل فيها كهو. اي تبقى انت حال الموضوع للاختلاف، معناتها لتعدد الاراء الفلسفيه. انا ما ننصحش انه الانسان يعطي او التلميذ يعطي الموقف نتاعه. واضح؟ باك سيونتيفيك ماكش مطالب باش تعطي الموقف نتاعك، خلي الموضوع مفتوح للنقاش وللبحث الفلسفي. ما تطيحش خاطر تنجم تعطي موقف يكون الموقف هذاك غلط. فانا ما ننصحش فيه، نحط حاجه ظاهره او نخلي الامر مفتوح او حتى الموقف نتاعي يكون معناتها مبني نتيجه ماذا؟ نتيجه النظره للواقع نتاعي. هذا النجم لهنا. اما اني باش نحط الموضوع باش نحط الموقف نتاعي نحط بطريقه انه انا نتبناه، هذا ما ننصحش به. يعني نجم ما نعطيش رايي. كيف سامحني؟ يعني ما يحاسبونيش ما نحطش الموقف نتاعنا. شيماء مش واضح يا صوت شيماء. يعني ما يحاسبونيش ما نحطش الموقف نتاعنا. بالطبيعة معناتها ماكش مطالب باش تحط الموقف الذي تتبناه. يعني انا نخلي ما نحطش الموقف جملة. كيفاش محمد؟ نجم ما نحطش الموقف بتاعي جملة واحدة في التحليل. اي ما تحطش الموقف نتاعك، انت باش تحط تحلل الموضوع نتاعك. اذا انت في اخر جوهر كملت تحليلك باش تخلي الموضوع محلول، معناتها باش تخلي الموضوع مفتوح لعده احتمالات، معناتها ماهوش محسوم ذلك الامر. به بلقيس مسيو نجمو بين العنصر الاول والعنصر الثاني نعملوا اشكاليه. الحمد لله سامحني نكمل بلقيس ونرجع لك رياض. بس كيفاش نجم ننزل الموقف نتاعي؟ يعني كيف نجم نحكي عليه؟ انا تو كنت نحكي، انا ما نجمش ننزل الموقف نتاعي، انا مش مطالب، انا عندي زوج مواقف، عندي الموقف الاول باش نحله، الموقف الثاني كيف كيف. يعني انت ماكش مطالب لهنا باش تحط الموقف نتاعك، انت مطالب مثلا اذا انت باش تحط الموقف نتاعك تحطه في اخر تحليل نتاعك. يعني باش اكيد مش انت باش تنهي الموقف. أنا حكي على الأخر أنا.
كيفية سامحني؟ نحكي في بعد ما نكمل. بعد ما تكمل التحليل، بعد ما تكمل التحليل باش تفتح الموضوع العديد الاحتمالات، معناتها باش تخليه محلول هذا الموضوع، باش تخليه عديد مثلا الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، نجم يكون أي واحد منهم صحيح، هذا نتيجة شنو؟ نتيجة النظرة نتاعنا للواقع. واضح؟ وسيم ما هي وسيم؟ به رياض. ريحة باي. مسيو معناها ال باش نعطي مثال الفيلسوف شنو وقع؟ مثال شوف الشقر الفيلسوف شنو هي الفكرة اللي أعطاها، مثال شنو هي الموضوع اللي حكاه؟ شنو مطلوب لهنا معناتها؟ وسيم معناها مسيو فهمتكش يا وسيم؟ معناها ما نقولش الفيلسوف قال حكاية، معناها حاجة، معناها بس معناها نشوف شنو هي الفكرة اللي يقول فيها الفيلسوف هذيك، وما دي كانت عاد اي بالطبيعة تنجم، انت ماكش حافظ القولة مثلا وعندك الفكرة بتاع الفيلسوف هكا، هاي مساكين. اي تنجم تحط الفكرة بتاعك وكتب بعد، انت مثلا تنجم تنسيها القولة ولا الشيء تنجم تنسيه، اذا انت عندك الفكرة تحط الفكرة بتاعك. رحاب اي رحاب. مشيت نورمالمون مش كنت عدي اللحظة الثانية ولا الموقف الثاني، لازمنا نعطيه الحدود متاع الموقف الأول. تعطي الحدود نتاع الموقف الاول، انت ماكش مطالبه باش تعطي الحدود لهنا في الموقف الاول، انت الحدود لهنا عندك، اذا عندك الموقف الاول وعندك الموقف الثاني باش يكون الرابط بيناتهم عنصر التخلص. هذه لهنا انت اذا باش نقراوا، احنا نعاودوا نقراوا لهنا، اذا اقررنا بان وجود الاخر المختلف عن الذاتين مهدد لانسانيه الانسان، فان هناك من الفلاسفه، يعني لهنا هاك عتيد الحد او اعطيت النقائص او النقيصه تاع الموقف الاول نتاعي، اللي هو باش يكون في عنصر التخلص، مش مطالب انا باش نعطي النقائص تاع ذلك الموقف، مطالب به هذاك في اخر تحليل نتاعي في الجوهر يكون فما راي مثلا يوفق بين الموقف هذا والموقف هذا، او راي يخليني نعطي اهميه لموقف على حساب موقف اخر. ماكش مطالب لهنا انت في التحليل نتاعك باش تعطي النقائص نتاع ذلك الموقف، عاد انت لهنا باش تعطي النقائص مثلا نتاع الموقف الاول، ياك باش تحل التحليل الموقف الثاني، باش يولي عندك تكرار، باش يولي عندك حشو معناتها زياده في التحليل نتاعك. انت لهنا المنهجيه نتاع صيغه هل تفرض عليك تحليل الموقف الاول تستخلص، ثم تعطي عنصر مثلا ربط او عنصر تخلص للموقف الثاني، ثم تحدد الموقف الثاني. واضح اللي حاب واضح. به؟ به نتعداو للمظاهر اثراء او مثلا تحديد جوهر الانسان بانفتاحه على الاخر، كيف يكون هذا الانفتاح؟ به أكيد كما شفنا في الموقف الأول مظاهر التهديد، طب شوفوا مظاهر الإثراء، مظاهر الآخر كيف يخدم أو كيف يفيد الإنسان به. الآخر إذن المختلف عني يفيد وجود ذاتية الإنسان من تعدد المواقف من شأنه الرقي بالذات الإنسانية، إذن الإنسان عندما يتعامل مع الآخر المختلف عنه فإنه سيرقى بذاته، مش كما إنسان مثلا يعيش بمفرده، مش كما إنسان يتعامل مع الإنسان الآخر، يتعامل مع ذات أخرى، مع الشخص الذي يقابله في الوجود. واضح؟ هذه الفكرة نتاعي هنا، هذيك معناتها رؤوس أقلام باش نحللها بطريقة مفصلة، أكيد مش مفصلة بطريقة كبيرة، ولكن باش نحللها طريقة إنه تكون مفهومة. واضح؟ هيجل لهنا مثلا، هيجل لهنا ماذا يقول؟ قول الذي نتصور تعرفوه الناس الكل،
هيجل يقول الوعي بالذات يستوجب الوعي بالآخر. تعرفوا القولة هذه ولا؟ صافية ولا يا جماعة؟ هي معروفة. يعني لهنا هيجل اعتبر وأنه الإنسان عندما عملية الوعي بالذات، عملية فهم، مش معناتها الوعي لهنا، أنه يفهم الوجود الذي يعيشه، يفهم لماذا يعيش هذا الإنسان. الوعي بالذات لابد أن يعتمد، على ماذا؟ يعتمد على وعيه بالآخر. يعني إذا ما فهمش وعي بالآخر فإنه لن يكون هناك وعي بالذات. هناك علاقة إذا هنا، ترابط، هناك علاقة انسجام بين الذات والآخر. واضح؟ به ما نستخلصه من هذا الموقف، يعني انا لهنا حطيت الموقف نتاعي، حطيت هيجل، لهنا النجم، انا حطيت القوله نتاعي باش نستخلص او باش نفهم من الموقف نتاعي هذا. وهذا مثلا كيفاش نجم نكتب الفكره نتاعي؟ مثلا حطيت القوله ثم باش نستخلص من الموقف هذا نقول وانه ما استخلصه او ما افهمه من موقف هيجل أنه فهم الوجود الإنساني، الإدراك يكون من خلال الأشياء المحيطة بوجود الإنسان. من كيف أفهم هذا؟ من خلال حضور الآخر. إذن الآخر هو شرط أو ركيزة في فهم الوجود الإنساني. واضح؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ هو لهنا هيجل هو العنصر الأساسي أو الفيلسوف الأساسي في علاقة الذات مع الآخر، بأن الآخر هو يشكل ماذا؟ يشكل مثلا إثراء لوجود الإنسان. به دونك لهنا التاريخ، مش نحكيه زاد على التاريخ. إذن التاريخ هنا يثري الوجود الإنساني. كيف يثري الوجود الإنساني؟ مثال: عندما يكون المجتمع فاعلا اقتصاديا فذلك سينعكس إيجابا على الوجود الإنساني. كيفاش المجتمع يكون فاعل وينعكس إيجابا على الوجود الإنساني؟ نأخذ مثال المجتمعات المنتجة اقتصاديا. تلك المجتمعات مثلا ناخذ المجتمع الياباني، المجتمع الياباني هو مجتمع منتج اقتصادي، المجتمع فاعل اقتصادي. تلك الرفاه الاقتصادي معناتها نحكي عن الرفاه الاقتصادي وما تحقق للشعوب عن طريق الاقتصاد والعولمة وكذا. مش هذا، لهنا انا الوجود الانساني كيفاش مثلا أثري بالمجتمع، أثري بأن المجتمع يكون منتجا اقتصاديا. مثل المجتمع الياباني هو مجتمع منتج، هذا المجتمع انعكس إيجابا على، تكوين الإنسان، على جوهر الإنسان. مثلا نشوفه في مجتمعات وأن هناك مجتمع غير منتج، مجتمع غير فاعل اقتصاديا، هذا سينعكس سلبا على الوجود الإنساني. مفهوم؟ مفهوم الفكرة هذه ولا لا؟ مفهوم أي مش مفهوم. به؟ مش معناه نعتبر التاريخ هو الآخر. نعتبر التاريخ هو الآخر وهو بشي يسبب معناه في الرقي الإنسان بالطبيعة، لأن المجتمع نتاعي نعيش في مجتمع غير فاعل اقتصادي، ما فيهوش ثقافة الإنتاج الاقتصادي، معناتها باش يكون الإنسان غير واعي بالوجود نتاعو. ونشوفوا احنا العديد من الشعوب خاصة في البلدان النامية اقتصاديا، يعني الوجود نتاعها معناتها إذا ما فماش نشاط اقتصادي أو ما فماش بنية تحتية ملائمة، فإنه الإنسان مش باش يحقق الوجود نتاعو، مش باش يحقق التفاعل الإيجابي مع الآخر. وضع خاصة في البلدان الإفريقية، بلدان جنوب الصحراء. كيف؟ بلدان النامية، وخاصة بلدان في قارة إفريقيا. العديد من الشعوب هي تعيش حالة من الغياب،
غياب بالمعنى التام، يعني انسان يعيش فقط لكي يعيش، يعني ما عندوش هدف، ما عندوش طموح يمكن ان يطمح اليه. بصي ما مسيو بكري قلت لنا معناه ما نكثروش ياسر من الكلام وكل مشايخ، ما علاش في الكراسه معناها بتاع الفلسفه تلقاه كلام معقد مسيو، تلقاه كلام ما يتفهمش اصلا، ما تنجمش تشده في مخ، يعني مش كلام. خذ الفكره وحللها الفكره هذيك انت من غير ما مش تحفظ انت كل شيء معناتها، خليك نعطيكم قاعده معناتها تمشيوا بها، وانه ريت الكراسه هذيك الكل اللي عندك نتاع الكور انت مش تحفظ كل شيء، ريت انت في المراجعه نتاعكم خاصه هذه حاجه تنجم تفيد، احكيوا الحكايه احكيوا فيها لبعضكم، مثلا تبدا تراجع انت واصحابك احكيوا الحكايه معناتها بطريقه عباره تحكيوا في قصه لبعضكم، واضح؟ هذه تسهل لكم وانكم تشدوا المعلومات في ريوسكم. ندينا ايه مسيو بربي، بس سؤال عن النمذجة، ديما يقولوا لنا راهو النمذج ما تهزوش كي تلقوه يعني في دفوار ولا حاجه، خطره صعيب التحليل والكل، ما فهمتش شو شيء يعني كي تحلي النمذجة وموضوع اخر يعني ما عنديش عليه فكره كبيره، اسكو نضطر نهزها مثالش والا الاصلاح فيه برشا صعيب يعني. فهمت النمذج انت المحور ولا اي نورمال ما فيه ابعاد هيك، وحاولت يعني نفهم باللي نقدر، خاطر في الكلاس بريسك ما نفهموا في شيء، نكتبوا وكهو يعني فمش حاجة بون، معناتها اللي نشوفه انا ما متطيحش حتى، معناتها حتى محور، فهمتني؟ معناها تحاول تفهم كل محور، ومش حاجه معناتها صعيبه انك تفهم، خاصه النمذجه معناتها ماهيش، انتم سيونتيفيك نورمالمون تبقوا فاهمينها، معناتها ماهيش حاجه تستشكل عليكم ولا حاجه، برك كل واحد وكيفاش يقريه النمذجه، هذه الحاجه اللي تخليكم معناتها ما تفهموش الموضوع بطريقه او ما تفهموش المساله بطريقه كافيه. تو مسيو تنصحنا الفتره هذه ما عادش ما عادش نمشوا معناها اللي سي نحضروا فلسفه. معليش علاش ننصح فيكم انت في النصيحه هذه؟ شو تقرا؟ معناها باش يقعد الاستاذ يكتب مسيو كهو، معناها ما تفهمش لازمك تعمل معناها ريزومي واحد في الدار خير. به هو احنا نتصور احنا معناتها احنا معناتها هذه باش حسه 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 نتاع منهجيه في موضوع احنا نقريو، معناتها مشني انا توا باش نروج او باش نعمل حاجه، احنا عندنا التلخيص تاعنا، انا نعمل ريفيزيون اخر العام معناتها نتصور الشهر الجاي في ماي، يعني ما تتحقش انت باش تعمل او باش تحل معناتها حاجه اخرى باش تقراها او باش تحل ريزومي اخرى باش تشوفها او باش تبقى انت تلخص، هو التلميذ معناتها مش مطالب تو باش يبقى يلخص في المحاور نتاع الفلسفه، انتم ما تصورش عندكم وقت تو معناتها نورمال تبداو في الريفيزيون بعد العيد، نحن ديجا باش نبداو بعد العيد، ما تصورش باش تبقى مثلا تلخصوا في المسائل الفلسفه والعربيه والتاريخ وش اسمه الفرنسي والانجلي الامور هذيك، واضح؟ يعني اذا معناتها باش تكون فما حاجات حاضره او باش تكون فما ريفيزيون باش تنخرطوا فيها بطريقه معناتها سهله، واضح؟ كيف سامحني؟ مانيش نسمع فيك مليح. قرب الميكرو شايفه معاك. ريفيزيون هون في دروس اكاديمي. اي باش نعملوا ريفيزيون بالطبيعه. اي يعني على الفي والسكرين والحاجات. اي بالطبيعه معناتها عندكم كونتاكتيو الباج وجاوبوكم معناتها. ما فيها حتى شيء معناتها الحكايه كيما لنفو كيما اي ماتير اخرى. معناتها نحدوا الليست نتاعنا ونبداو معناتها من اول محور معناتها التلخيص المحور الاولاني معناتها المحاور الكل ومن بعد نعملوا منهجيه معناتها هذا التمشي نتاعنا. ما تستحقش باش معناتها ما تستحقش باش تعمل او باش تلوج على ريزومي والا باش تشوف كور ولا باش تشوف كذا. واضح؟ به نكملوا يا سيدي. منتصر راهي شوفوا منتصر. مسيو بلاتو توك نعملوا تلخيص الفلسفة معناها المحاور الكل كل محور نعملوا تعارض وتوافق بين حكاية وحكاية.
بتبيع عيب، انت حسب التمشي بتاع الفلسفه بتاعك. ديما تعارض وتوافق. بتبيع اي موضوع، اي محور فيه تعارض وتوافق. فاهم شيء عشان. به. مسيو، احنا حكينا على التاريخ خاطر في الموقف الاول حكينا عليه زادا. الموقف الاول حكينا عليه بتبيع، خاطر ماركس حكي على التاريخ من كونه تاريخا مثلا يخدم او يهدد ويخدم جوهر الانسان. معناه لازم يكون فما توازن بين العناصر، فكرة الأولى نقابلها بفكرة أخرى. بتبيع اي بتبيع اكيد. واضح؟ به دونك يا جماعة احنا اليوم ان شاء الله حصتنا هذه معناتها كملنا اليوم ان شاء الله، غدوة نكملوا مثلا هو كمل التحليل بتاعنا الموضوع هذا، ما زالت عندنا الخاتمة، ما في حد شيء الخاتمة، ونشوفوا كان عندكم أسئلة ما تحضروهم للغدوة، ونشوفوا مثلا شنو تحبوا انتم غدوة مثلا فيما يخص منهج جاية ولا كور ولا مشي بلا عاملين نمزيا ودولة واحدة فيه. ايه من الناس اللي نتاع النص مثال كيفاش تعلمنا كيفاش نجاوبوا على النص مثال مهارات تدريب على المهارات التبعة والفازيل. بيه بيه المهم اللي عنده سؤال غضي يحضر لي الدولة كور غضوة كور على النمذجة دولة الدولة الجيالية الباك بلون بيه نعملوا باش نعملوا حاجه واحده غدا معناتها ما نجموش نعملوا حاجات نشوفوا النامذج جمال كان هكا غدوه ان شاء الله نشوفوا النامذج ونفهموها باذن الله ان شاء الله. غدوه لحد غدوه العاشره كالعاده. مسيو بالله شو نسالك سؤال مسيو بي تفضل. الخاتم مسيو نفسه افيق اسكو ولا لي خاطر ما فهمتش شنو يقولوا لي ليه وفهم اللي يقول لي به الخاتمه نتاعي شنو باش تحط فيه؟ باش تحط فيه حوصله لاهم الافكار الرئيسيه، يعني باش تحط الموقف الاول الموقف الثاني ثم باش نثمن موقف على حساب الاخر. معناتها يعني اكيد باش يكون الموقف نتاعي مثمن نتيجه الواقع نتاعي، يعني انا باش نشوف الواقع نتاعي، هل انه الانفتاح نتاعي نجم انا نثمن موقف على حساب اخر، لكن يكون ملزم بجمله من الشروط. مثلا انا كانسان لابد ان انفتح على الاخر المختلف عني، هذا الانفتاح لازم نقيده. بماذا اقيده؟ اقيده بجمله من الشروط، يعني انا ما يكونش الانفتاح متاعي بطريقه تخلي اي انسان يتعامل معي يفرض علي رايه ويفرض علي الاحكام متاعه. هذا مثلا اني باش نثمن موقف، هذا التثمين متاعي كان نتيجة ماذا؟ نتيجة شروط معينة. كيف سامحني؟ نفتحوش أفيق معناه في الأخير. أنت تنجم تفتح أفيق سديبو أنت والموضوع متاعك. أنت مثلاً ليش نيت أفيق مش تفتحه مثلاً؟ أنت عندك المواقع، عندك المحور الأول ملخص في هذا الموضوع. مثلا نفتح افيق على حكايه اخرى كما في اللي سيكسيون اخرين وماتير اخرين فما معناتها في المحاور الاخرى هاي نفتح افيق على مثلا انا على النيه والغيره نقول نربطها بالنمذجه ولا بالدوله ولا النيه والغيره الاكثر هي مربوطه بمحور الخصوصيه والكونيه. خصوصيه والكونيه نجم نتخيل معناها افيق لك هاي تنجم علاش لا؟ سوى الراي نتاعك ما قلتلناش عليها مسيو. كيف الرأي متاعي مثل ما قلت ليش عليه بكري قبل الخاتمة نعمل الرأي متاعي نعمل الموقف متاعي من الموضوع صديقي هنا بلي بلحظة مسيو ولمانو انت ماكش فيلسوف خويا اش تعمل رأيك الرأي متاعك معناه لازم الرأي متاعك لازم ايه شو انت شو خلينا نفضل حكي الرأي والرأي انت باش تعطي الرأي متاعك راك ماكش باش تكون مطالب به ما فماش الرأي متاعك، أنت تحلل في قضية فلسفية، القضية الفلسفية هذه تفرض عليك أنك تحط الآراء الفلسفية، أنت باش تحط الموقف متاعك تنجم مثلا تحط إلى تستند إلى ماذا؟ تستند إلى راهنية الواقع،
انت الواقع نتاعك مثلا انت باش تثمن موقف على حساب الاخر، هذه في الخاتمه، حط في الخاتمه معناتها فهمتني. الخاتمه مثلا كما قلت طب انك باش تثمن موقف على حساب الاخر استنادا الى الواقع، هل انه الواقع نتاعنا نشوفوا انه الانسان انت كانسان هل نجم تعيش في عالم من غير ما ننفتح على غيرك، من غير ما يكون فما علاقه مع الاخر؟ نعم ام لا؟ اكيد لا، انت لهنا باش تقول لا، لكن الانفتاح نتاعك معناتها باش يكون تحكمه مجموعه من الشروط، واضح؟ ما تحطش انت وحسب رايي وحسب موقفي وحسب، ما تجيش هذه، واضح؟ يعني تبعد على الحاجات هذه، انت تنجم يكون كما حكيت بقيله الموقف نتاعك ينجم يكون غلط، فسد لك التمشي نتاع الموضوع نتاعك، علاش انت تنقص في النقطه نتاعك بالموقف هذا واللي انت ماكش مطالب به في حقيقه الامر؟ معناها تولي تجنبه وكا وما غير ما نصيحه نتجنبه معناتها نصيحه ليكم، احنا باكليتر وقرينه وحاجات هذه وديما نهربوا منه معناتها الموقف هذا، على خاطر انت باش تتعامل مع بروف يصلح لك. والمواد الادبيه هذه مواد الادبيه مش كيما العلميه، يعني المواد الادبيه تخضع انه اللي صلح حسب الرؤيه نتاعو حسب الموقف نتاعو حسب كذا، مثلا ما فماش برام مش برام يحدد مثلا كيما باش يصلحوا مات ولا فيزيك ولا غير ذلك. فهمتك مسي، عايشك مسي. باهي سيدي، دونك غدوه ان شاء الله اللي عنده غدوه ان شاء الله نشوفوا النمذجه، واضح؟ واللي عنده كيستيون ان شاء الله يحضروا غدوه نجاوب عليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايشك ربي. باهي اوكي، دونك ليلتكم زينه يا جماعه، غدوه ان شاء الله. عايش كوسي، عايش كوسي، في وقت هذا.